هذا وقد استقبل ميناء رفح البري 557 شخصا من بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمون من قطاع غزه للعلاج بالمستشفيات المصريه. وصرح مصدر مسؤول بالميناء بانه تم ايضا عبور 250 من حمله الاقامات الاجنبيه و95 من حمله الجوازات الاجنبيه و132 من حمله الجوازات المصريه. وافاد المصدر بانه تم ادخال ثمانين شاحنه مساعدات اغاثيه متنوعه الى قطاع غزه منها خمس وسبعون شاحنه مساعدات انسانيه متنوعه وثلاث شاحنات وقود وشاحنه غازات